شكرا لفريق الاعداد على هذا التقرير الجميل. انا متاكده ان كل المشاهدين استمتعوا بالاغنيه. والله انا يعني مو عشان فريق الاعداد وكذي، الامانه يعني اغنيه تغنت بالخليجي، تغنت في المصري، تغنت في اللبناني، كل الاصوات تغنت وغنوها. لكن احنا عندنا ضيف بنشوف وياكم هذا التقرير، لكن بنقول لكم اهل البحر يعيشون. يا هلا والله فيك عبد الله علي المشوح، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يعني هلا والله. شفنا يمكن 7 دول وما ادري، بس سيارة تقريبا يمكن 7، دبابه عدد، ابراج تحت، شنو هذا اللي تحت البحر؟ عالم تحت البحر. هذا عالم البحر اللي كثير من الناس يعني انا اقول إن يعني انا دائما اقول اللي ما غاص وما شاف تحت البحر ولا شاف البحار هذه شنو فيها تحت البحر، فيعني مو طافه نص عمره، طافه اكثر من نص عمره، لان 75% من الكره الارضيه اساسا ماء يعني او بحار، زين، والباقي يابسه، فانت يعني اكثر من 50% انت ما تدري. بس عبد الله انا واحد من الناس الحين اخاف صراحه، يعني فيني فوبيا تحت الماء، زين، بس ما جربت الامانه. يعني شفت هني البوينت، ان انت ما جربت، انت قاعد تقول انك تخاف بس انت ما جربت ولا حاولت انك يعني تكسر حاجز الخوف هذا، لان هو بالبدايه يعني في ناس وايد كانت تدري ليش اخاف؟ ليش؟ يعني لما اشوف الفيديوهات اللي قبل شوي انت تسبح كذي او تغوص داخل البحر بالعمق هذا وتشوف الاشياء اللي موجوده، إيه ما تخاف؟ يعني في شيء يتعرض لك او كائن بحري؟ شوف، هي اول شيء البحر، يعني الحمد لله البحر والمحيطات بشكل عام ما في كائنات بحريه تتعرض حق قرش مثلا، حتى القروش اصلا احنا مو من ضمن سلسلتها الغذائيه اللي اصلا هي تتوجه لنا. القروش يعني انا توني جاي من المالديف، قبل كان المفروض الحلقه تكون قبل اتوقع السفره وبعدين رديت، يعني في المالديف عرفت يعني حقيقه ثانيه ان القروش عايشه بيننا، يعني لان هناك كثافه وايد كبيره. احنا مثلا يمكن بمصر ولا بعمان ولا باي سعوديه ولا بالسعوديه قاعد نتعنى ندورها وين موجوده علشان نصورها. هناك هي موجوده في كل مكان، يعني اكثر الناس اللي راحت يدرون انه هو قاعد قبال الشارع مثلا اللي ماجره ولا تحت الفيلا اللي هو قاعد فيها ولا بالمطعم ولا شفت يشوفهم يفترون. احنا انا نزلت غوصه عندهم 5 انواع مختلفه شفناها، فعرفت انه يعني اساسا يعني انا وفق ما درست وفق ما عرفت انه غير اللي انا كتجربه شخصيه ان في انواع القروش اللي موجوده في العالم اللي ممكن ان هي تتعرض لك، هي عباره عن 5 أو 6 أنواع، ما تتعرض لك هي وما تتعرض لك من الطريق، يسمونه تعرضها لك بناء على استفزاز مسبق منك انت دشيت وتحرشت فيها، فعلى قولتهم تحرش بغرش؟ لا يعني إيه هذا اللي قاعد يصير، يعني اغلب الحوادث، يعني اقول اغلب الحوادث اللي قاعده تصير يعني في سوء فهم من القروش، مثل في استراليا مثلا اللي هم هذيل السيرفر اللي ياخذون راكبي الامواج، لو تدري انه هو مثلا مو مثلا يتخيل انه هو مثلا نوع من انواع اللي هي السلاحف او الشغلات القريبه منها فطقه، بس لو تدري انه هو بشر ما راح تطقه، لان انت مو من ضمن سلسلتها الغذائيه، والانواع اللي الاجريسف محدوده ومو موجوده اصلا عندنا في البحار بشكل كبير، وما تتعرض لك الا اذا كان في استفزاز مسبق. جميل. اخ عبد الله، انت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم للناس محتوى جميل، على اي اساس تختار المواقع اللي تصور فيها او اللي تزورها؟ والله الاساس ان ادري ان هذا المكان في مثلا بعد تاريخي، في شيء جديد، يعني انا اتعنى، انا من محبي يمكن الغوص على الطبعانات، قاعد اشوف الحين الفيديوهات اللي موجوده، هذا تصوير لبنان في حديقه صيدا المائيه عند يسمونها زيره صيدا، هذه كانت دعوه، هذه كانت في عز كورونا، كانت رحله اساسا اغاثيه وبعدها يتبرجع وصار مثل ما تقول ان البي سي ار غلط من جهه مو معتمده، فقعدوني اسبوع فقالوا لي تعال خلينا نغوص خلينا نشوف المكان هذا، صارت خيره وقمنا غطيناها، فاختار على ادور الاماكن اللي يعني جاذبه مثيرة جدا. بالضبط، يعني فيها اشياء غريبه الحين. هذه الدبابه والطياره هي موجوده بشكل متعمد ان مسوينها مغاص، ام هي تاريخيه او حصلت بشكل حقيقي؟ بعضها تاريخية وحصلت بشكل حقيقي، بعضها الدول اللي قاعد تحاول انها تشجع السياحة عندها تحاول
تقوم بإنزال مثل هذه الركات في هذه في أماكن معينة لجذب سياحة الغوص عندها وليعني زيادة السياحة عندها. فهي يعني فكرة ذكية وممتعة حق الغواصين وتخلي الناس تتعنى لها، مثل ما شفنا بالسعودية يمكن المتحف اللي تحت الماء اللي فيه معالم الخليج، مثل ما شفنا في تركيا في بودروم بعض الطيارات اللي موجودة، مثل ما شفنا في لبنان الدبابات اللي موجودة. لكن بعضها لا، هي تاريخيا مقصوفة في حروب عالمية في، وهذه لها قصص يعني لها تاريخ. فهذا نوع من الركات وهذا نوع آخر. زين، وبالكويت وين تغوص؟ بالكويت أجمل جزر الكويت هي جزيرة قارو، يعني جزيرة حلوة، لكن يعني الظل في أماكن ثانية أيضا حلوة جميلة نسعى لها، مثلا اللي قاعد يدور على ركات وطبعا يروح يغوص على طبعانة عريف جان اللي موجودة، كان في لها تصوير أعتقد بالطيارة من فوق كانت واضحة. كبار، قارو، والمرادم، عادة المغاصات الأساسية في الكويت تقريبا 5 مغاصات: قارو، كبار، أم المرادم، قطعة بنية، قطعة عريف جان، هذه المتعارف عليها عند أهل الغوص كلهم. جميل يعني. احنا يعني عدينا تقرير خاص بهذا الموضوع، خلونا نشوفه مع بعض وبعد إن شاء الله نكمل حوارنا. وصلنا حق سالفتنا الصجية، اللقطة اللي كنت أحلم أني أقدر أخذها عندنا هني في بحر الكويت، والحمد لله اتحققت في هذه الغوصة. غوصتنا هذا الأسبوع كانت في جزيرة قارو. هذه الكائنات اللي شفناها والمناظر بالكويت، تصوير خاص بجزر الكويت. هذا التقرير الأخير كله يعني من جزر الكويت، كان لنا مجموعة حلقات تكلمنا فيها عن الكويت من تحت الماء بعدسة غواص يعني. خذينا فيها رحلة سفاري مدتها 4 أيام، غصنا فيها يمكن 3 غوصات في كل مكان من هذه الجزر، من ضمنها طبعا ابتدينا بقارو، من قارو لأم المرادم، من أم المرادم إلى كبر، من كبر إلى قطعة عريف جان، وبعدين ردينا على بنية وردينا الخيرام مرة ثانية. الكويت فيها يعني بيئة بحرية جميلة وحياة مرجانية جميلة، لكن إذا ما حافظنا عليها بشكل كبير ما راح تضل بالجمال اللي إحنا قاعد نشوفه الحين، لأن إحنا فيما سبق كانت أجمل من كذي، لكن بمحافظتنا عليها أكثر أكيد راح تكون يعني بيئتنا البحرية بيئة جميلة تستحق الزيارة والغوص، وقد تكون أيضا جاذبة للسياح والغواصين من شتى دول العالم علشان يشوفون هذه الشغلات الجميلة اللي موجودة. أكثر جزيرة مميزة بهذا الجزر حق الغوص، أكثر جزيرة إحنا سأقول عنها دائما عروس الجزر الكويتية هي جزيرة قارو. الشعب المرجانية اللي فيها يعني على قولتهم جميلة، يعني جميلة وألوان كذي، مو بس وألوان يعني نقول صحت كصحتها جيدة، لأن هي معزولة في نطاق شوية بعيد والضغط عليها خفيف. من رواد البحر أقل، فالظل محافظة عليها. لكن فعليا أنا أعتقد أن أجمل جزر الكويت هي جزيرة كبر، لكن جزيرة كبر بسبب الضغط الكبير عليها لأنها قريبة من 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 السيتي يعني. زين، شو المشكلة عبد الله إذا صار ضغط عليها؟ يعني مشكلة الضغط عليها لما أنت يكون عندك مجموعة كبيرة من رواد البحر، مجموعة كبيرة من القوارب تروح تبندر على هذه الجزيرة، وأنت قاعد تشوف المرجان اللي موجود الحين راح يصير مثل ما احنا قاعد نشوف الحين، أن كل واحد يقط السن ماله، الأنكر ماله يقطع على المرجان، ولما يسحبه كل واحد راح يشيل معاه ما يعني شيء غير التلوث بعد، غير التلوث طبعا، إلقاء البلاستيك، رمي الأنكرز، عدم الربط على المرابط البحرية، عدم يعني الثقافة لما تكون يعني مو مكتملة عند الشباب اللي يروحون يعني، فيؤدي هذا إلى دمار البيئة البحرية. فأنا دائما أنصح الشباب يا جماعة إذا بتروحون ما يخالف شطن على الجزيرة، قط على مكان الرمل، ابعد عن المرجان ولا اربط على المرابط، مو عذر إنك والله ما حصلت مكان توقف فوق المرجان، لأن هذا المرجان بعض الأنواع منه يعني يكبر بالسنتيمترات خلال 10 سنوات، يعني نوع من بعض الأنواع يعني كل سنة
تكبر سنتي، في نوع كل سنة تكبر 10 سنتي، فاللي احنا قاعد نشوفه قد يكون عمره آلاف السنين. فأنت نعم. تخيل أنت لما نتي وتقط الأنكر مالك شنو الشيء اللي ممكن أنت تدمره، شيء عمره آلاف السنين، يعني يدك ويد يدك لو جايين غايسين كان شافوا نفس هذه قطعة القصارة اللي موجودة نفسها موجودة، لكن الحين يا واحد وقط الأنكر وكسر. الله عدي إذا 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 هم هذه هوايتهم حبهم للبحر وهم بعد يخربون مصيبة. والله الشيء الجميل إن الكويت فيها موجة ثقافة عالية في هذا الشيء، وهذا الشيء أنا يعني جدا مستانس من إن الشباب بدأوا يعون وبدأ الكل يوعي. ما في تنظيم زين؟ ما في تنظيم أو جهات؟ والله في في في, في جهات تطوعية وايد قاعد تشتغل في الكويت وبشكل تنافسي جدا جميل. قاعد يعني تلقى مجموعة قاعد تركب مرابط من هالصوب، مجموعة قاعد تركب مرابط من هالصوب، مجموعة شبابية بالاسم الفلاني قاعد تسوي حملات ومراكز الغوص، يعني مراكز الغوص فعلا قاعد تعطي ثقافة حلوة، لأن أصلا من ضمن مناهجها كمراكز الغوص إنك تغوص بدون لا تأذي الشعاب المرجانية ولا تأذي الحياة البحرية، فهذا شيء جميل. جميل الله. جدا، وإن شاء الله تنتشر الثقافة هذه أكثر وأكثر. عندنا تقرير آخر عن الغوص، خلونا نشوفه مع بعض. جميل هذا التقرير أخوي عبد الله، يعني أماكن فعلا جميلة يمكن غطيت لنا إياها، لكن ياريت تكلمنا أكثر أو تفاصيل أكثر عن المغاصات حول العالم اللي أنت زرتها، وين أجملها؟ يعني شوفي كل بحر له طبيعة مختلفة عن البحر الآخر. نعم. يمكن وايد ناس الحين يمكن في توجه إنه قاعد يروحون اليونان ولا قاعد يروحون الدول اللي تقع على الميديتيريان أو على البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط لو نتكلم عنه هو بحر صخري، يمكن بشكل صح مياهها صافية، لكن الحياة البحرية فيه ما هي بحجم أو بقوة الحياة البحرية اللي موجودة في البحر الأحمر ولا اللي موجودة في بحر العرب أو في نقول المحيط الهندي. ليش؟ لأن هذه طبعا كمية المرجان وكمية الكائنات اللي موجودة تعتمد على نسبة البلانكتونات اللي موجودة في الماء، تعتمد على درجة ملوحة الماء اللي تسمح بنمو الكثير من طبعا المرجان اللي موجود، اللي أصلا هو بالنهاية يكون يعني بيوت حق الأسماك أو حق الكائنات. أنا استانس في البحر، الميزة البحر الأبيض المتوسط هو بحر مليء باللي هي نقول الركات أو اللي هي حطام السفن. ليش؟ لأنه هو بحر يقع على مجموعة دول تاريخية بينها صراعات منذ يعني الحرب العالمية، لا 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 منذ يعني انت تتكلم من من, من 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 ايام الفراعنه. الفراعنه لهم لهم يعني ميناء جهه الاسكندريه معروف كان يدش عندك ايام الحروب الرومانيه والحروب حروب الاغريق وكل هذه في الميديتيريان، سبارتا ما سبارتا هذه الامور كلها كانت. فتلقى هذا البحر في في كنوز، في حطام للسفن، فيتميز. بس تبي تبحث عن عن حياه بحريه، لا ما راح تلقاها هناك، راح تلقى هناك تاريخ، راح يقول لك هذه الطبعانه من عصر نابليون، هذه الطبعانه من عصر شو اسمه، هذا خشب، هذه من الخشب المصنوع من قديم، هذه الفخارات اللي موجوده من الشغلات القديمه. هذا البحر الابيض المتوسط. هني حق البحر الاحمر، البحر الاحمر اسم على مسمى، هو احمر ودائما الاحمر يرمز الى يعني ابو الالوان، مجموعه الالوان الكبيره اللي موجوده فيه. بحر صافي مليء بالمرجان، مليء بالتنوع والالوان، في درجه عمق وايد كبيره. دائما اقول هذه المعلومه واللي اقول له اياها ينصدم، كم تتوقع افرج العمق في البحر الاحمر ما بين السعوديه وما بين مصر امتدادا الى السودان؟ متوسط العمق كم تتوقع كذي؟ يعني لو تقول من عندك رام كم تتوقع؟ 70 متر. أنا خليني أقول لك على الخليج وبعدين قارن بالنسبة والتناسب اللي موجود. خليجنا العربي أعمق نقطة فيه 100 متر تقريبا إلى 120 متر ماكسيموم يعني بالخليج العربي. حلو. الأفرج ماله نقول 60 70 متر تقريبا. البحر الأحمر أعمق نقطة فيه ما يقارب الـ 4000 متر. الأفرج 2500 يعني كيلو وين ونص. قيس هذا بالنسبة حق هذا. لا ما في مقارنة. أبداً ما في مقارنة. 4000 متر أنت تقول تايتانيك 4000 متر وجودها عشان يوصل لها. طبعاً غواصات مو عادية، غواصات معدة بإعداد من مراكز أبحاث وعشان ينزل لها.
فشفت الفرق. زين البحر الاحمر بحر ازرق وجميل وش اسمه، ني حق خليجنا العربي. خليجنا العربي يتميز بالاسماك اللي موجوده فيه، يتميز بما في ديك الرؤيه، بس مع انعدام الرؤيه، الرؤيه دائما لما تخف دائما يكون بسبب وجود كثافه بالبلانكتونات فيها اللي هو غذاء حق الاسماك، فبالنهايه يصير عندك نسبه اسماك حلوه. لما تروح اسماك حلوه، لما تروح صوب عمان هذا المكان من اجمل اماكن، يعني دائما اقول حق ناس انتم تستعنون تدورون دول العالم كلها وما تدرون ان عندنا بيئه بحريه جميله وكثافه اسماك. يعني في غوصه واحده من الغوصات تشوف الشعم اللي مثلا الفسكره اللي تشوفها هنا بالكويت هالكبر، تشوفها هناك هالكبر، كل شيء. يعني حتى اقول لهم ان شاء الله تشوف بحركم شنو تطقون جروث السمك اللي موجودين، كل شيء حجمه دبلات لانه محيط، يعني اللوبستر احجامه وايد كبيره، زحمه زحمه كأنك نازل الكواريوم. شفت الكواريوم لو توقف عند دبي بدبي مول شيء طالع الكواريوم، ولا بتروح المركز العلمي يعني نفس الشيء، لا بل كثافه اكثر من اللي انت قاعد تشوفها بالكواريوم. هذا كلهم يجمعين داخل تانك صح؟ هذولاك لا، هذا البحر المفتوح كذي موجود عندهم تحت، فتخيل شنو. زين شلون الحين مثلا واحد بيروح هناك شلون الترتيب يصير؟ بيروح عمان مثلا بيروح عمان في مراكز غوص يقدر يتواصل معاها. في عندنا يعني بالمناطق الاساسيه عمان يمكن بالمناطق اللي ما فيها خدمات وايد صعب انك تغوص فيها، هذا احنا نسوي فيها اكسبلورنج، يعني نروح ناخذ عدتنا من مكان نشحنها في سيارات ونروح حق هذا المكان عشان نشوف. ننظم هذه الرحلات عبد الله؟ والله كنا ننظمها شويه صار مع يعني لا يعني ان شاء الله بعد الاوضاع تخف. والله اي بس يمكن مو على مستوى رحلات، على مستوى اكسبلورنج. صرت يعني احب استمتع اكثر من ما ان انا اكون مسؤول عن مجموعه اخذ معي ناس. مسؤول عني انا بس على تامر امر. اخوي عبد الله ننتقل شوي للجانب التطوعي الانساني، وايضا لك تجارب مع الهلال الاحمر الكويتي، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. والله انا بدايه يعني وجودي مع الهلال الاحمر الكويتي يعني غير من حياتي وايد، لان فعلا يعني معاهم قدرت لما تتعمق في معاناة الناس وتعيش البعد الإنساني تحس إنه يعني تروح تقعد مع الناس وتشوف مشاكلهم وبعدين تتذكر مشاكلك الخاصة، تقول يعني أنا شنو بالنسبة لهم. يعني هو همه باليوم إنه يحصل الأكل اللي يأكله علشان يكمل لليوم الثاني. أنت تلقى مشكلتك الصبغ اللون هذا معاجبك بأغير اللون الثاني ولا شيء، فتحس يعني تبدأ تسوي زوم آوت على الحياة من بعيد وتحس إنه وتتذكر إن أنت واحد من أصل 7 مليار نسمة قاعد يعيشون على وجه الكرة الأرضية. يعني دائما الناس تركز في محيطها الصغير، تنسى ان احنا عايشين على كوكب فيه وان الناس قاعدة تعاني في كل مكان. وبعدين فخلاص تصير شلون اقول لك، تصير تبرد ردات فعلك على الامور العاديه اللي تصير في حياتك. يعني ما صار شيء، يعني في ناس مو لاقيه تاكل، يعني ما في ناس مو لاقيه حتى تلفون حتى تطفي ولا تشوف شيء ولا لاقيه دواء ولا لاقيه شو اسمه. فيعني بالعكس يعني تجربة الإنسانية وجودي مع الشباب في الهلال الأحمر، طبعا أول شيء يعني أنا أتشرف إن أنا أكون جزء من هذا الكيان ولا متطوع معاهم، والله يعطيهم العافية على الأعمال اللي قاعدين فيها. رحنا والله الكثير من الدول، رحنا بنغلاديش، رحنا الروهنجا أقلية، أكبر أقلية يعني أكبر أقلية مضطهدة على قول لا إله إلا ولا لا يبونهم هذيلا ولا يبونهم هذيلا، وعددهم مليون. يعني تخيل مليون واحد ما حد يبيهم كذي، قاطينهم بين الحدود ما بين بورما وما بين بنغلاديش، وهذا اللي يقولون مو تبعنا وهذا اللي يقولون مو تبعنا. وتخيل حجم المأساة اللي قاعد يعيشون هذيل، صاروا قاعد يعيشون على إعانات الجمعيات الخيرية العالمية من منظمات الأمم المتحدة إلى جزمة. حتى قبلها كانت أنجيليا جولي قبلها بأسبوع كانت توها رايحة هناك موجودة، فكانت لنا تجربة هناك. كانت لنا تجربة أيضا بعد انفجار بيروت، كنا موجودين أيضا في بيروت مع الشباب هناك، اللي يعني نوقف على طبعا الله يعينهم ويعني ويسهل عليهم ويرفع عنهم البلاء اخواننا في لبنان، يعني على يعني مجموعه الامور اللي تتالت خلف بعض من انفجار، من كورونا، من انهيار عمله، من امور كذي، عسى الله يعني يفتح لهم. كنا موجودين مع الدكتور هلال السائر الله يذكره بالخير، ودكتور مساعد العنزي الله يذكرهم بالخير، يعني اشهر من نار على علم الشباب في نشاطاتهم خاصه في لبنان، من حمله التطعيم ساهموا في تطعيم الفلسطينيين، وطبعا ايضا اعانه الشباب اللي في
اللاجئين السوريين في المعسكرات، بالإضافة إلى أيضا الوقوف مع الشعب اللبناني في جميع ما يحتاجونه. زين، يقولون أهل البحر عندهم نفس بالطبخ. تطبخ؟ والله أنا أطبخ، أحب السيفود، أحب أطبخ السيفود بس يعني. وأنا أصلاً طبيعة عملي الأساسية لها علاقة بال. شنو؟ أنا ماركتينج مانجر في شركة أسماك، كلكم تعرفونها. زين، فمن الغوص يعني. ماركتينج وبيار مانجر. زين، من الغوص يعني، من الغوص ما له شغل بال بال. لا هو خلاص صار يعني، هذا يكمل هذا. أنا أحب البحر بكل أنواعه. صح، وجهان لعملة واحدة. يعني أغوص وأصور وأطبخ. نبي نرجع لأول تجربة غوص، وين كانت ومتى؟ أول تجربة غوص، شوف أنا يعني يمكن بداية حياتي من 6-7 سنوات، إحنا عندنا شاليه الأهل في بنيدر مع العمام، فكنا من يوم أنا صغير دائما أول ما يركبون الطراد أبي أركب معهم بأي طريقة، فيعني عادي ترى قص لكم يم ارد عليكم ميادير بس اخذوني وياكم، كنت صغير يعني اقدم خدمات يعني، بس انه اي يعني. وكبر هذا الموضوع شوي شوي، بعدين قمنا الوالد خذ لنا طراد صغير وقمنا نطلع قريب كذي ونحدق، وبعدين صار الموضوع لا احنا مو بس نبي نحدق، سمعنا ان الناس قاعده تصيد بطريقه السبير فيشنج ومسدسات، فقمنا نروح ننزل نغاوص ندور لنا هالفسكار السوالف الشعري الصغار كذي ونرجع. كبر الموضوع قمنا لا والله كنا الغوص بطريقه الفري دايف كذي يعني، مو محرزه انت ودك تقعد وايد تحت الماء عشان تدور وتشوف وكذي، فيطلع لك واحد من ربع يعني من الشباب عنده مثلا دوره سكوبا ايام بدايات السكوبا كذي، فهو يغوص طبعا وانا اخذ اللي هو الاوكتوبس السبير ماله واغوص يمه، اكتشفنا ان كل اللي قاعد اسويه غلط بغلط يعني. وصف يعني ان احنا جيران في الشاليه مع طبعا شاليه هنا اللي يسارنا اللي هو ابو حمدي والساقان، فكان الكورس دايركتور الكابتن محمد ابو حمدي طبعا استاذي ومدربي يعني، فليش تروح بعيد يعني، اختصر لك اي. فبس بالبدايه قلت قبل لا اخذ الدوره هني بالكويت خلنا اروح شرم الشيخ 5 ايام معسكر انا واخوي، وخذيت برايفت ترينر في سنه 2009 يمكن. هذه البدايه في شرم الشيخ، في شرم الشيخ اول ليسن يعني. نعم. بس انه كانت شنو يعني، كنا نغوص بس بدون قواعد، بدون الياسم، بدون شيء. خلصت رديت قلت له ابو حمد انا خلصت الاوبن ووتر، كمل عندك الباجي. قال عفا عليك، حياك تعال المركز، سجلنا وكملنا يعني. وتتالف انا ابي الاوبن ووتر معك. انا ما ادرب والله، انا كل اقول لهم ما ادرب لان بكسر الخوف. انت ما لها اكثر من البدايه، ما لي خلق مسؤوليه. بكسر الخوف اللي فيني من البحر. بالعكس والله يعني انا اقدر اقول لك تقدر تتوجه حق اي من مراكز الكويت اللي موجودين في مدربين يعني، للامانه انا متاكد 100% يعني. يطول كم يوم دوره الاوبن ووتر؟ لو انت استمريت فيها متتالي يمكن تاخذ منك 5 ايام، لو قسمتها على فراغك يمكن تلقى ويكند ثاني، الويكند الثالث انت راح تكون خالص. وفي والله مدربين انا اقول لك من الحين ان انت تقول كذي، روح عيش التجربه بعد، سواء خذيتها مضغوطه ولا خذيتها على ايامك، راح على فترات فراغك راح تقول تذكر لما كنت اسوي كان قاعد اوصل الحين. صح. ما في مشكله، ان شاء الله يكون في يوم تصور تقرير انك انت اللي راح تسوي تقرير بس خلاص عندك الموضوع راح يكون. كل الشكر لك عبد الله، الله يسلمك دايم. تسلم. انا والله تشرفت بوجودي وياكم اخوي بيد واختي نجله، يعطيكم العافيه ومشكورين على هذه الاستضافه. كل الشكر لك. مشاهدينا نشوف هذا التقرير وراجع لكم ان شاء الله.